هل يجوز لشخص يدرس في دولة أو يذهب للتجارة أن يتزوج في تلك الدولة بنية الطلاق، أي في حالة انتهاء دراسته أو انتهاء تجارته يطلق بدون علم الزوجة أو وليها، وإنما الشخص مبيت النية في الطلاق بعد انتهاء فترة بقائها بعد انتهاء فترة بقائه في هذه الدولة؟ افتونا جزاكم الله خيرا. الصحيح أن هذا لا يجوز، لأنه يشبه المتعة، ولأنه فيه تغرير بالمرأة وبأوليائها، لأنه ظاهره أنه تزوجها رغبة في بقائها معه واستمرارها معه، ولكنه يبطن خلاف ذلك فيكون مغررا بها وبأوليائها. الصحيح أن هذا لا يجوز. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليك.